فيها. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من امام مسجد الحسن الثاني. كما كتشوفوا اليوم كاين واحد الضباب اللي هو كثيف جدا هنا في مدينة الدار البيضاء. كما كتشاهدوا معنا مسجد الحسن الثاني كله كيختفي وسط الضباب اللي كاينه، يعني قاعد تغطات المسجد بالضبابة ما كيبانش بصفة نهائية. ما كيبانش صراحة الضباب كثيف جدا هاد الأثناء هذا في الصباح هذا يوم الخميس. كما كتشاهدوا معنا ضبابة كثيفة بزاف لدرجة انه مسجد الحسن الثاني مبقاش كيبان وسط ضبابة. طبيعة الحال دلالة الرؤية تحجب الرؤية هنايا. الضباب اللي هو كثيف كيغطي المعلمة التاريخية مسجد الحسن الثاني في هذا الأثناء هذا. طبيعة الأجواء هنايا أجواء مدينة الدار البيضاء بالخصوص هنا بجنب البحر بجنب المسجد الحسن الثاني. كاينة ضبابة اللي هي كبيرة بزاف لدرجة انك ما تقدرش تشوف اللي قدامك في وسط هاد الضباب كله. كاينة ضبابة بزاف حاليا في الأثناء هذي في مسجد الحسن الثاني لدرجة أنه ما كيبانش الضبابة اللي كاينة كما كتشوفوا معنا.
مشاهدينا الكرام، وصلنا نهاية هذا البث المباشر من قناة. نتبقى على خير وعلى أمل، نلتقي بكم بث آخر بحول الله. إلى اللقاء.